واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جاءنا طالب في إحدى اللجان في الجامعة الإسلامية فسأله أحد الذين قابلوه عن الفرق. طبعا قصد السائل الفرق المعروفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإخوانية والتبليغية وغيرهم. فالطالب ما عرف من هذا شيء. قال والله أخطر الفرق الموجودة الآن فرقة الجامية. وهو طالب يحفظ كتاب الله عز وجل، طالب صغير جاء من إحدى بلاد مدننا. فسأله أخونا جزاه الله خيرا، قال له يا ابني أنت رجل ولد ذكي تحفظ كتاب الله عز وجل وعليك سيما الخير، فمن الذي قال لك بأن هناك فرقة تسمى الجامية؟ سمى له قاضية من القضاة وقال قال لي فلان القاضي في المحكمة الشرعية. فقال له يا ابني هل تعرف الشيخ الذي يلقبون الناس بسببه؟ قال لا أعرفه. تعرف الشيخ محمد أمان الجامي؟ قال والله لا أعرفه. تعرف كتبه؟ قال لا. هل تعرف أنه كان عميدا لكلية الحديث بالجامعة الإسلامية؟ هل تعرف أنه كان رئيس قسم العقيدة دراسات العليا بالجامعة؟ هل تعرف أنه تلميذ الشيخ بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم؟ هل تعرف أنه كان مدرسا في المسجد النبوي الشريف إلى أن توفاه الله؟ هل تعرف أنه سائر على منهج أهل السنة والجماعة وأنه داعية إلى ذلك؟ هل تعرف شيئا من كتبه؟ قال لا والله. يقول أخي الذي قابله قال طيب أسألك سؤال، إذا وقفت بين يدي الله غدا يوم القيامة وقابلك الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي وقال لك يا فلان بأي كتاب أم بأية سنة تسبني وتعير الناس بلقبي، فما كنت قائلا لربك يعني في ذلك الوقت؟ الله أكبر. يقول أخي الذي قابل الطالب يقول فبكى هذا الشاب، قال والله يا أخي الآن نبهتني، أنا واقع في عرض هذا العالم منذ أكثر من 5 سنوات، فجزاك الله خيرا وياليتك تدلني على كتبه لأستفيد منه. هو طمأنه، قال لا تفكر أنني في المقابلة سأرصبك من أجل أنك تكلمت عن من أسميته بالجامية، لا، أنت مغرر بك وأنت فيك الخير، أنت من أهل التوحيد، لكن أحببت أن أوضح لك الأمر. والطالب الآن تخرج أو سيتخرج من الجامعة من خيرة طلبة العلم، وتاب إلى الله من الولوغ في عرض الشيخ محمد أمان الجامي واستفاد من كتبه وأشرطته.